السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ربنا يحفظكم ويحفظكم جميعا. معلش عشان صوتي متغيرة، ديني تعبانة. دي لحمة بالخضروات، سعرات حرارية قليلة جدا جدا جدا، تنفع للدايت لمرضي السكر. جنبيها هاكل طماطمية، وادي ايه انت، وممكن جنبيها رغيف سن زي ما انتي حابة. لو عايزة تزودي السلطة ممكن تزوديها. يلا بينا ونشوف عملت ازاي بطريقة سهلة وسريعة. يلا بينا.